شو هي قصة مايكل يلي وصل من إنجلترا لتركيا بهدف تحسين وضع أسنانه؟ رح نشوف كمان تتمت قصة ياسمين يلي تعرضت لجلطة دماغية وعم تتعالج بمركز نوبل الطبي. شو هي أحدث التقنيات المتبعة بعلاج أطفال الأنابيب؟ كيف عم تنعمل العمليات الجراحية المحدودة؟ شو هو السبب يلي دفع عثمان ليخضع لعملية زراعة الشعر؟ رح نتابع كمان مشاهدينا من هن الأشخاص يلي بيقدروا يستفيدوا من عملية الجراحة الاستقلابية. كيف عم بيتم علاج الأورام يلي عم بتصيب المخ؟ رح نتناول بآخر فقرة من حلقتنا لليوم الحديث عن تجميل الابتسامة.